ويراودني شعور ما عرفت القى له اي معنى، ما بين شلون ايه ولا تعبت وحاري. اسمي خالد غازي عبد الله، عمري 18 سنة، من كلية البزنس إدارة الأعمال من جامعة البحرين. وأنا هوايتي الموسيقى والعزف وياه، وبديت هالمجال من كنت في الابتدائي، عشت مع فرقة الموسيقى وتدربت معاهم إن أشارك في حفلات وطنية. في الإعدادي وقفت وإن تدربت بروحي، وأنا مو بروفيشنال يعني، اللهم هاوي، بس أطمح يعني الاحتراف إن شاء الله. وثاني عمري 18 سنة، فعلا كبرت يعني، ان شاء الله اشوف مستقبلي يكون يعني اكبر ان شاء الله في المجال. رونالد